مشاعري هالقد، بس يعني في شعور تجاهك. ايه مزبوط، بس يعني والله ما بعرف. يا كريم شو هالمكان؟ اول مره مش عليه. واو شو حلو. شوفي لك شو احكي، شو بدك تلطف قلبي؟ تقبلي تكوني شريكتي لاخر الحياه؟ ريما بنت كتير محترمة وهي ساعدتك وكتير نحنا منحبها، بس هذا الشيء أبدا ما له مقبول بعائلتنا. ربي على هالموقف، شو إنه سيء يا ربي. مستحيل مستحيل بحياتي ما انحطيت بهيك موقف أنا. ليه طيب يا ربي ليش؟ مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شاطكم كتير مناحة وتعمل تشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبسلسلة حكاية ريما، واليوم عنا مغامرات كتير بهي السلسلة، شو بده يصير بريما وكيف رح تنقلب حياتها. وبس حطوا لايك اذا انتم حابين هاي السلسله، واكتبوا كمان رايكم بالتعليقات وشو متوقعين يصير بالحلقه يلي بعدها. وبس يعني انا بدي اعرف انتم حتحزروا اللي عم يصير بريما ولا لا. وبس خلونا هلا نروح ونشوف الحكايه. كريم وين صرنا يا اخي؟ مستحيل. يا شو علينا على الارض؟ عملت تحتي يا كريم، لك شو قاعدين عم يطيروا؟ شو؟ لك شغله والله ما بعرف شو عم بدي اقول لك اياها، بس ريما ايه اللي انا بحبك 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 بحبك. يلا هي انا قلت لك انا بحبك، انت شو هلا؟ انا شو قصدك بشو يعني؟ ما فهمت عليك. شو رايك يعني، انت بتحبيني ولا لا؟ يعني انت يعني هيك الواحد بيسال البنت هيك سؤال ولو يعني ما فيني اعبر لك عن مشاعري هالقد، بس يعني في شعور تجاهك. ايه مزبوط، بس يعني والله ما بعرف. شعور تجاهي؟ خلاص اعترفي، يعني اكيد بتحبيني، ليش في حدا مثلي انا بالعالم؟ لا مو لهالدرجة، عندك جنون العظمة انت، يعني انه صح انا معجبة فيك وحاببتك وملاقيتك على طول جنبي، بس يعني مو حب حب مرة واحدة، بس يعني طب خلص هيك ما قولي لي. طيب ماشي انا بحبك. وانا كمان بحبك. شكرا. طب كريم شو بدنا نعمل هلا؟ شو رأيك إنه في حفلة بعد شوي بدها تصير، فشو رأيك تروحي على بيتك أنتي ترتاحي شوي، تلبسي تغيري أواعيكي وبجي بمرق عليكي ونروح أنا وياك عليها؟ إيه بس متأخر الوقت كتير، يعني نحن هلأ أساساً مشكلة. المساء مشكلة أصلاً، حتى تنين حلوة غير المساء. يلا خلصينا لا تكوني فاقسة. طيب أوكي ماشي، لك أخذني على البيت هلأ وخليني بدل ثيابي. اوكي بس شو طبيعة الحفلة حتى اعرف شو بدي البس؟ خلاص خلاص انتي لا تصلي بتعرفي، بس البسي شيء كتير حلو. ماشي اوكي يلا. يي كريم شو عملت؟ ما بدك تروح على البيت؟ امبلا بدي اروح على البيت، بس مو طيب. لهالدرجة هيك. صحيح انت قلت لي انه عندك قدرة خارقة صح؟ اي لكان. بحسن احملك بدون ما اتعب. يا شو حلو كريم، مستحيل منين جايب هاي الشغلة؟ واو. شو رأيك؟ كتير كتير حلوة. خلص ماشي انا قبلانة انك تحملني للبيت، انا موافقة، بس اذا اهلك شافوا هالمنظر كارثة الصراحة. شو بدهم يقولوا عني؟ لا لا لسه لبعد بكره رح تيجوا اهلي. ايه بس قد ما كان اوعك تعمل هاي الحركات قدام اهلك. ايوه انا بنت مرباية ومحترمة. لا خلص اصلا انا ما بيهمني حكي حدا، مهم انتي معي. ماشي اوكي يلا هي نحن وصلنا على بيتك، جاهزة؟ جاهزة. طيب ماشي، بس ليك انا بدي بدل شوي وبدي اخذ دوش كمان، بتنطرني شوي؟ ماشي طيب بس لا تتاخر عليكي. ماشي ماشي ما رح اتاخر. في شغله كمان، في شغله كمان، في شغله كمان. شوفي انا بحبك. خلص خجلتني فيه. خلص اوكي يلا يلا، بدك شيء؟ يلا لا تطولي. ماشي خلص ما رح طول معك، ساعه ونص. ماشي اوكي ماشي. ماشي ماشي اوكي. يا الله شو حلو، يا الله شو قمر، يا الله شو طيبة. قطوتي انت جوعان ولا لا؟ انا بتعرف قديه تركت لك اكل، كثير تركت لك اكل، اكلتهم كلياتهم هون، تركت لك لشحون. وين روحتهم ولا احكي لشوف؟ يلا انا رح اتركك لانه عندي مشوار تاني. لا تستغرب يا قطوط، اليوم كله مشاوير صح؟ من شوي طلعت وهلا عندي مشوار تاني، بس لازم اتحمم وغير ثيابي، شعري كثير بسرعه بزيت، لازم فوت اتحمم. قديش كان حلو المشوار معه يا ربي، يا ريت كل المشاوير هيك على طول فرحة على طول شغلات حلوة. بس كيف اعترف لي انه هو بيحبني؟ عزيز انا كتير كتير مبسوطة. خليني اتحمم. يلا يا رم رومي، يلا يا رم رومي، يلا يا رم رومي، تحمم تحمم تحمم. يلا خلص خليني اطلع. يلا بدل ثيابي لفستاني، لا خليني بهي،
يلا يا ريم ريم فوت على الغرفة. شو بدي البس؟ لوين قال لي السهرة؟ بس الأماني متذكرة لوين السهرة كانت آخر شيء؟ شو ممكن البس؟ واو ليكو يا جماعة شو لبست فستان بياخد العقل. رح أحمل حالي هلا وروح دق لكريم. رح دق لكريم شوف وينه. يلا ثانية. ألو؟ أهلا ريم. هاي كريم، ليك أنا صرت جاهزة، وينك أنت؟ يلا أنا بدي شي ربع ساعة بصير عندك حبيبتي. أوكي ماشي يلا ناطرتك. يلا جاهزة أنت؟ أكيد أكيد، مو تعدي تنطريني هلا. لا لا جاهزة خلاص، يلا ناطرتك. يلا يلا ريما. باي باي. ريما ما بدك تقولي لي كلمة قبل ما تسكري؟ لا تتأخر. كلمة تانية؟ لا تتأخر لو سمحت. كلمة تانية؟ لك يلا خلصني، بدك تجلطني. يلا ناطرتك باي باي. يا شو هالبني آدم، شو ممكن لاقي مثلا هون انا على الكمبيوتر؟ اشياء صار لي زمان ما فتحت ايميلي، بيكون كتير جاييني ايميلات. ايمت بده يجي هاد؟ قال شو؟ قال لا تتاخري ولا مدري شو، اخر شي بده ربع ساعة ليجي لعندي. اوف يا ليكو كريم، هاي هاي حبيبتي، شي طالع حلو. شو هالجمال؟ لمين هالسيارة كريم؟ حفرجيكي الهدية الأولى. شو رأيك بسيارتي الجديدة؟ عم تمزح صح؟ إيمت لحقت تشتريها؟ شو رأيك؟ بتجنن كريم، بتاخد العقل، يخرب ذوقك. هي سيارتي وسيارتك صارت. آه أكيد صح. أنا يلا يلا جنبي بسرعة بنلحق السيارة الزهر، شايفة؟ هاي سيارة ماما كمان، فيني أنا كمان استخدمهم، بس سيارتك بتاخد العقل. يلا خليني فوت. يا كريم شو هالمكان؟ أول مرة بيجي عليه. واو شو حلو، كأنه في عالم هنيك. يا مزبوط هون هي الحفلة، وبسرعة متأخرنا. لا عم تمزح. يا شو هالجنان هذا؟ هذول رفقاتنا من المدرسة. هاي خالد، هاي محسن، هاي محمود، هاي ريماز، كيفكن؟ يلا تعال. يلا يلا البنات جبت لك ياهون. شو شو شو؟ حتى رفقاتك البنات دقيت لهم عزمتهم. لسه في كمان عزيز. كأن في وحدة لابسة نفس فستان سعاد. ولا سعاد ليش جبت سعاد؟ بك ما جبت انا ريم، بشرح لك بعدين، بشرح لك بعدين. شو بدك تشرح فيني؟ ليش جبت هلا سعاد؟ ريم خلص وزني شوي لو فوق منا بكل قلة ذوق الحقيقة الواطية لابسة فستاني. وليه سعاد؟ يخرب بيتك من حالك، ليه لابسة نفس الفستان تبعي؟ وبعدين مين عزمك انت على الحفلة؟ انتي ليش لابسه مثل فستاني حبيبتي؟ شو صار؟ ما لقيتي كل غزانتك غير تبعي؟ اكيد شفتيني انا وانا شاريتي مبارح. لو شفتي انتي شاريتي مبارح، انا شاريته من زمان يا محترمة، جاي لابسه نفس الفستان تبعي. بس ليكي قد ما كان فستاني طالع علي احلى. المهم امشي. لا حبيبتي لابق مع لون شعري ومع كل شيء. والله طيب كريم، والله العظيم لأبرك، والله العظيم لأفرجيك، انت جاي عم تجذبها؟ كريم شو يلي بعدين؟ لا بعدين ولا قبلين؟ ليش هي جاية هون على الحفلة ولا تقلي ما حدا عازم؟ مين عامل هاي الحفلة بالأول؟ بدي أعرف. لك هلأ خلاص بعدين، لما خلص الحفلة بعدين بشرح لك كل شيء. يعني سميت لي بدني على الفاضي، قال جاي ياخذني على حفلة، آخر شيء جايبني على سميت بدن، إنه منطقي أنت؟ خلصينا بيبي لا تزعلي هلا. اوف يا واللي بقى لشوف على مين طالع الفستان احلى. جيد عليكي. ايوه مين بده يطلع بهديك الشرشوحه هلا؟ طيب اوكي مسامح. شو مين؟ طب شو بدنا نعمل هلا؟ يا امي كله عم يرقص ويغني واشياء غريبه، انا الصراحه كثير خجلانه ما بعرف شو بدي اعمل. شو يعني الحل هلا كريم؟ بعدين ليك شو؟ انا مالي حبت لهي الجيه كلياتها من الاول، عن جد كريم يا الله عن جد مالك طبيعي، انه نحن بهال يا ريما يا ريما يلي نحن تعالي تعالي ارقصي معي، شوفي شلون انا بعرف نط على راسي يا ريما. يي شو كريم تعالوا تعالوا شوفوا هلا انت بهالاجرين عم تشوبح. لا في جنان كريم، انت جايبني على حفله ولا على مشفى مجانين؟ هدول رفقاتك؟ رفقاتي بلا يا جماعه، فضحتوني يخرب بيتكم، فضحتوني قدامه للشب. شو هالرقصه؟ بزرتك انت وياها هي رقصه؟ ولا انت عم تشوبريني باجريكي مثل الجنبه؟ كثير حلوه هي الرقصه، تعي شوفي برقصها برومانيا. هف يا كريم خلينا نطلع هلا. بس سعاد شو بدك؟ سعاد
بدي اطلع من هي شو هي الحفله؟ انا قلت يعني منظم لك كريم شي حفله، قلت لحالي بيجي بشوف يعني انعزمت هيك، بس انه كتير كتير شرشحه عن جد. انا الحق علي زغرت عقلاتي واجيت. لا يا ايه والله انت هبلة اجيتي عن كريم بهدله احسن ما اقوم دق بخوانيقها هلا. انا قلت مو حلوه الحفله يعني بدون ملكه الحفله ما تجي، بس انه لا ما تجي ابدا. طب شو رايك تروحينا من حالك هلا وعزمتك وتشرفي وتنقلعي برا هالحفله؟ رايحه من كل هالشرشحه هي كلها. الله ما انت بتبيتي وجيتي. يلا تلحقني. لك شو بدك العمل؟ شو انك وحده على زوق وماشي على نفس طريق يعني اجباري طريق الطلعة من هون؟ هف يا جماعه ركزوا معي شوي يا جماعه قدام الكل، انا بدي اعترف لريما اعتراف. يو انا بده يعترف. ريما طلب منك طلب. كريم شو عم تخبط؟ شو بدك تعترف ريما؟ ريما شوفي لك شو احكي. شو بدك نطفت قلبي؟ تقبلي تكوني شريكتي لاخر الحياه؟ يا لا مستحيل. شو طلب منها هيك؟ يا شو هي حبيبتي؟ انا ما توقعت هيك شيء عن جد. يا الله عن جد يا ريت لو حدا يجي ياخذني هيك بهالطريقه. يا عن جد يا كريم قديش كانت الحفله حلوه عن جد. انا كثير كثير مبسوطه. عجبتك يا بنتي؟ كثير كثير عن جد يا كريم، من كل قلبي كنت مبسوطه اليوم بالحفله. شكرا كثير لك والله، يعني ما بعرف شو بدي احكي لك، بس انا كثير مبسوطه. عن جد أكيد. ايه بس انا برايي تعزم باقي رفقك. اوه كريم فتح حفقه على مكان بيتنا يخرب ذوقك. يلا ولا يهمك مشكله. ليك شو كان بدي اقول لك كريم؟ انا هلا رح روح نام لانه والله العظيم هلكاني، بس عن جد حبيبي شكرا كثير لك، شكرا على كل شيء. ليك ما ضروري توصلني على الباب، عن جد ما ضروري، خلص شكرا. هاي الحركات بعرفها انا، هاي بتنتهي بعد اول ثاني يوم من الخطبه. بقى فيك صحيح عسيرة الخطبه، شو وضع اهلك؟ شو قلتي؟ عسيرة الخطبة، شو وضع أهلك؟ مو أنت تقدمت لي فبدك تيجي تخطبني؟ مزبوط. إيه شو وضع أهلك؟ بعد يومين أهلي جايين، فرح أفتح مول السيرة. حلو أوكي ماشي اتفقنا، يلا تصبح على خير. وأنت بخير. أوكي يلا رح أروح ونام. يا ربي يجي بكرة وشوف كريم، بتصدقوا إنه من هلأ اشتقت له؟ يلا نام يا ربروم. رمروم ريما تست تست 1 2 3 ريما بسم الله. ابي امي في ايه؟ امه كأنه صوت كريم. شدتني اخدتني حتى اسمي نصتني. كأنه كريم برا. كريم مش عارف. لا انت عم تمزح صح؟ قاعد عم تغني لي مجنون انت؟ لك انا بس بدي غني لك، لك انا بغني لك وبرقص لك يا عمري. لا عن جد مجنون رسمي انت، يخرب ذوقك يا الله. طب يلا شو عندك؟ قومي البسي اليوم جايين اهلي. قومي نروح هلا نطلب شي مطعم بعدين نروح على البيت بكونوا وصلوا. طيب اوكي. طب استناني دقيقتين لالبس. يلا فوتي عم استناكي هون. ماشي يلا بدلت تيابي الحمد لله يا ربي. خلينا نطلع على السريع. ايه كريم لبست هيك منيح؟ كثير حلوين. يلا جاهزه؟ يلا جاهزه. ايه هالميكروفون من ايدك؟ يعني انت جاي عم تسمع الجيران انك انت فاتحني بالحارة هون عم تطير لي باقي العرسان؟ خرب بيتك من حالك. خربك باقي العرسان؟ ايوه. لا بس هيك مزحة. لا مزحت خلص ماشي. ليكي هون من هلا عمل لك ما بتحاكي شباب غيري ماشي؟ طيب ماشي خلص يلا خلينا نروح ناكل. انا صراحة كثير جوعانة. يلا واو جايبني على هالكافيه كريم. هي اللي كنت بشتغل فيها صح؟ اصلا ما انت بتعرف اجيت مرة مدري ليه حسيت حالي اني ما قلت لك. تعال ناكل عسلي اكلاتهم طيبين. هاي كيفك؟ تمام كيفكم انتو؟ انا منيحة. شو ما تذكرتيني اللي كنت اشتغل عندك؟ يمكن تذكرتك. شو كان اسمي؟ ريما كان اسمي. تمام اجيت يومين اشتغلت وتركت هيك ما يعني ما هيك بتذكرك. كريم هي شو عم تحكي؟ المهم ليكي جايين نطلب طلب ونقعد بالكافيه. طلب؟ اسمعي لك انا بدي اطلب. انا بطلب يلا ليكي بتجيبي كل شيء على المنيو. كل شيء سمعتي؟ أوكي. كل شيء على المنيو هلا
فرجيني شطارتك. يا عبي لك الروج للمروم حبيبتي بحضن عجي. ايه ماشي يلا تعال لقلك لنقعد قعد اي وحدة اي مكان نقعد فيه. استنى رح اختار بعتقد هون. ايه كريم عفكرة جبتلي كيكة بس هي كيكة مو كتير طيبة يقطع عمره. تقول اصلا هي عملت هيك حطتلي كيكة مو طيبة. شو عم تاكل انت؟ شوكتيل تاكلي؟ لا ما بدي شكرا. غير لك يا هالكيكة؟ جيب لك غيرها؟ لا خلاص هي طيبة منيحة شكرا. يسلم ايديك. اي ساعة جايين اهلك؟ ليك عمرين موبايلي دقيقة لريت. الو اهلين بابا وصلتوا؟ وصلتك. سامر معكم؟ سامر طب يلا نحن هلا جايين. ليه ما وصلوا اهلي؟ وصلوا. شو هالحكي؟ بس انت ما قلت لي مين سامر؟ سامر اخي. بس انت ما قلت لي قبل انه انت عندك اخ. طب هلا بتعرفي وبعرفك عليه كثير ظريف اخي. عن جد؟ طيب اوكي يلا خلينا ما نضيع وقت ونقوم. يلا قومي. كأنه هدول أهلك اللي قاعدين جوا؟ مزبوط ليكن قاعدين جوا. ياي تعال على السريع. يلا طيب بسرعة عرفك عليهم. يلا استنى فايت وراك. استنى لك استناني شوي كريم. بسمع شو بتعرفني عليهم؟ أنا مخجل شوي. إيه طيب خلص ولا يهمك خدي راح كتير زراف. ماشي يلا تعال. هاي بابا ماما كيفكن؟ مرحبا كريم حبيبي وصلت الحمد لله على السلامة. شو أخباركم؟ نحن مناح الحمد لله. كيف يعني قصدي فتت ولا لك؟ عرفنا كريم عرفنا ما قلت لي. كيفك حبيبي؟ كريمة أنا منيحة الحمد لله شكرا. الحمد لله على السلامة يا جماعة. جد كتير تشرفت بمعرفتك خالته. حبيبتي يا ريما. مرحبا عمو بعرفك أنا أبو لك كريم. أهلين عمو أهلين تشرفت بمعرفتك. أنا ريما خالته. أنا حكيت معك على التليفون يمكن إذا بتتذكري مرة وقت اللي كريم كان بالمشفى. يا الله ما صدقت إمتى شفتك على أرض الواقع لحتى. شكراً. ساعدتي ابني وأنقذتي له حياته. عنجد شكراً كثير يا خالته ولو أقل من الواجب. شو هالحكي؟ أو كريم هذا أخوك صح؟ مزبوط هذا أخي. كيفك يا ريما؟ أنا اسمي سامر. أهلين سامر تشرفت بمعرفتك. أنا ريما. وأنا أكثر. أهلا وسهلا. سامر هيك دغري تفضلي ريما شو نعمل لك أكل لكريم؟ روح ضيفة جيب لها شي شغلة جيب لها قهوة شي شوكولا. لا شكرا عنجد شكرا كلك ذوق كلك ذوق. ماما ماما بابا بدي لكم شغلة. إيه حبيبي كريم تفضل. شو ريما مو بس رفيقتي حاليا. قصدك يعني شو يعني ما عم بفهم عليك؟ يعني هلا أنا وريما حاطين حاليا مشروع للخطبة. خطبة امتى وين يعني؟ انا من يومين حكيتك ما كان في هيك شيء. يعني حطيتنا هيك تحت الامر الواقع ببساطة. لا خالته ما هو لا ما اكيد لا كريم شو تحت الامر الواقع. لا خالته اكيد مو هيك الموضوع بس هو فاتحني مبارح بالموضوع وقال لي بما انكم جايين فهو حابب يحكي معكم بهذا الموضوع بس مو اكتر. يعني في هيك صار كتير سوء تفاهم. اوكي ريما بنت كتير محترمة وهي ساعدتك وكتير نحنا منحبها بس هذا الشيء ابدا ما له مقبولة بعائلتنا. انك تخطب وتعمل ونحنا ما ندرى وما نختل لك البنت فلا. طب شو اسمح لي يا كريم. اسمح لي كريم هذا الشيء مستحيل يصير عنا بالعائلة. لا ماما ليه لا كريم هذا الشيء ما بيصير ابني. انت المفروض حاكينا نحنا اهلك بالنهاية. ما في عنا هذا الشيء تحطنا تحت الامر الواقع مثل ما قالت امك. طب شو اعمل هلا عم خبركم شو عم بصير ما بعرف. انا اللي بعرفه انك انت ما عملت لنا اي احترام. طب يا جماعه انا بعتذر منكم. اول بالا ريما طول سوء تفاهم. انا رح احمل حالي هلا واطلع. انا بعتذر لانه مالي حابه ادخل معكم بمشاحنات او يصير في مشاكل. البنت والله البنت كتير ظريفه. طلعي ليش مزعلتيها؟ سامي تشرفت بمعرفتك عمو وخالته. شكرا كثير لكم على استضافتكم الحلوه. انا بعتذر صار لازم امشي عن اذنكم. كريمة وين رايحه؟ كريمة خليك بكرة. هون لا تلحقها خليك بدنا نحكي ضروري. يا ربي على هالموقف شو انه سيء. يا ربي مستحيل بحياتي ما انحطيت بهيك موقف. انا ليه طيب يا ربي ليش؟ عن جد ما له طبيعي الموضوع. يعني هو ما مخبر اهله وحطني بهيك موقف. عن جد انقهرت منه. لو امه الحربايه يا الله كيف بتحكي معي؟ عن جد تقولي قتلتلها قتيل ماني مساعدتلها ابنا. اوف يا ربي يعني معقول انا بشعه او شي شغله حتى هنن ما وافقوا علي؟ يعني والله ما بعرف صح صبغت شعري باللون اشقر بس يعني والله
ريما واخيرا لقيتك. سامر اهلين. ايه سامر، كيفك ريما؟ انا ما هان علي شوفك هيك طالعه وزعلانه.